سيد النائب المحترم، كيف تتعرفوا الحكومة تدرك الأهمية ديال النقب العالم القروي بالنظر للدور اللي تيلعبوا لفك العزلة عن الساكنة وأيضا لتحقيق العدالة المجالية. الوزارة عملت في إطار دعم ديال النقل في العالم القروي اعتماداً على النقل المزدوج، لأن هو كاين اليوم في العالم القروي ثلاثة ديال الأمور. الأولى هو الإعطاء ديال الأولوية على مستوى ديال اللجنة الوطنية للنقل في معالجة الملفات اللي تتوصل بها هذه اللجنة من طرف اللجان الإقليمية. النقطة الثانية هو أنه المركبات المخصصة للنقل المزدوج درجت ضمن برنامج جديد حظيرات المركبات، وكاين تقديم ديال منحة خاصة يمكن لها توصل 180 ألف درهم بالنسبة للمركبة الجديدة. النقطة الثالثة هو أنه هذا النشاط ديال النقل المزدوج أدرج ضمن الفئات المستهدفة من الدعم الاستثنائي اللي توجه لمهني النقل باش يخفف من آثار ارتفاع ثمنات المحروقات على تكلفة النقل الطرقي بالعالم القروي ويضمن الاستمرارية ديالو. وتيستافدوا هاد المركبات من دعم قدره تقريبا 1800 درهم في كل دفعة. بالنسبة للحاجيات ديال الخدمات ديال النقل بالعالم القروي، كان سبق الوزارة أن قامت بإنجاز مجموعة من الدراسات الميدانية بشراكة مع السلطات والمجالس المحلية، وشملت 58 إقليم حددت من خلالها المعطيات اللازمة لوضع المخططات بالنسبة لكل إقليم. واليوم عندنا قناعة بأن تطوير النقل في العالم القروي تبقى رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة فيما يخص قيام المجالس الجماعية والجهوية باختصاصاتها في مجال النقل ومن ضمنه النقل بالعالم القروي. وشكراً.